ومين عارف النهارده قالوا الحكومه هتقفل كورنيش اسكندريه بجدار خرساني عازل، يا ترى بكره هيقولوا لك ايه؟ ضمن خطة تطوير القاهرة والجيزة وتخفيض الارتفاعات، قررت الحكومة تقليص ارتفاع برج الجزيرة بأكثر من النصف، وذلك للحد من الارتفاعات وفقا لمشروع التطوير. هم ازاي بيصدقوا الكلام ده؟ هو في واحد قال بيصدق الكلام ده؟ مشروع الإمارات لنقل الأهرامات، قررت الحكومة نقل الهرم الأصغر من قرع، وذلك ضمن مشروع توسعة وتطوير أهرامات الجيزة. لا والله اكيد هزار، مفيش الكلام ده، ما ينفعش. فندق اماراتي ايه؟ لو فندق امريكي كمان ما ينفعش. قررت الحكومه شفط مياه النيل، وذلك لاتاحه الفرصه للاطفال للعب والسباحه في النيل دون اي مخاطر، استعدادا لاحتفالات شم النسيم. التهويل والتهوين علامه مهمه هتقدر تميز بيها الخير من الشر. هتلاقي دايما اعلام الشر بيهول ويعظم من الشر، وفي نفس الوقت بيهون ويضعف ويحقر من الخير، وساعتها تعرف لوحدك انت مع الخير ولا مع الشر. عزيزي المشاهد، احترف.